خدي هنا بكلمك. تعرفي تقولي لي ما سألتيش على اختك ريتال ليه؟ ما سألتيش على ابنها ليه؟ مش عاجبك كلامي يا اختي؟ اوعي من خلقتي. ما انا لو رديت كلامي هيزعلك. خلاص خدت على الطوب اللي انتي بتحدي فيه وما بقتش ازعل يا ست زينب. وانتي ما فكرتيش ليه في ناديه؟ ما سالتيش ليه على شهد؟ انتي ما بقيتيش شايفه انتي بقيتي بتعملي ايه يا كريمه؟ ايه؟ عمايلي ما بقتش تعجبك يا ست؟ لا بصراحه مش عجباني. وعشان اجيب لك كده من الاخر وابقى واضحه معاكي، انا مش هقبل باي حاجه تهد بيتي او تهد حياتي. بيتك؟ أنا وبيت ده يا بيت اللي بتتكلمي عليه؟ البيت ده اللي احنا عايشين فيه؟ البيت ده اللي احنا عايشين فيه؟ بيت جوزك مروان ابن جبرية وأخوه حسن وأبوه عبد الحكيم، ولا بيت مين بالظبط؟ لا يا ماما، بيتي وبيتك وبيت جبرية وبيت كل الناس اللي عايشين فيه. أنا ما بقتش فاهمة هو ليه كل واحد هنا عايز البيت ده يبقى بتاعه هو لوحده؟ كل واحد عايز هو يبقى الريس، كل واحد عايز هنا يبقى هو الأمر الناهي. زينب بنت عبد الله بتتكلم بالشكل ده. أنا أقول لك بقى أنتِ بتتكلمي كده ليه؟ طبعًا حطيتي إيدك على كل حاجة وابتديتي تطلعي فوق مع البي مروان. أنتِ لوحدك ونسيت أمك ونسيت أبوكي ونسيت إخواتك البنات ونسيتي أصلاً إحنا جايين البيت ده عشان إيه؟ مش كده؟ إيه الكلام ده؟ هي دي الحقيقة يا زينب، هي دي الحقيقة بنت عبد الله. أنت كده هتضيعينا كلنا يا ماما. أنا؟ وأنتِ بقى اللي هتنجدينا من الضياع إن شاء الله، ولا هتعملي إيه بالظبط؟ ألو، أيوة شهد، بتقولي إيه؟ حصل إمتى الكلام ده؟ أختك مالها؟ مش أختي. في إيه؟ نادية ماتت يا ماما. إيه؟ نادية. نادية ماتت؟ طب إمتى وإزاي؟ مين اللي عمل كده؟ وماتت ازاي؟ انا مش مصدقه. كلميني ردي عليا. انت يا بنت بتقولي بجد ولا بتقولي ايه؟ ناديه ماتت. ناديه ماتت. ناديه ماتت. جرى ايه؟ ناديه ماتت. مروان قتل ناديه. قتلتوها يا سباحين، قتلتوها. انتوا كنتوا قاتلينها وهي عايشه معاكم. احنا كلنا قتلنا ناديه. اخوكي بعت ناس قتل ناديه. لا، مروان ما يعملش كده. لا، ده يعمل كده ونص. هو جالي ما هياخدش طاره من حريم. لا، ياخد وتلات ارباع. ناديه ماتت. ناديه بنتي ماتت. ناديه ماتت. ناديه ماتت. من نكر الله، من نكر الله، من نكر الله. صدقي قالي لا، وقف وكلمني بطريقك ده قلقتني منه. بس انا شايفه العكس. قصدك ايه؟ قصدي ان لو محروس كان جاي علشان يعيش بفلوسك كان جاي لك وطاطا وقال لك اللي انت عايزاه تحت امرك. بس هو مش عايز يرجع محروس بتاع زمان. الكلام ده انا ما فهموش. محروس ده طين مربرب، والعكر هيفضل عكر، واللي فيه طبع ما بيغيروش. غلطانه يا فوزيه، والدليل اهو. شوفي انت الاول كنت بتفكري ازاي وكنت شايفانا قد ايه وحشين، وشوفي دلوقتي بقيتي بتفكري ازاي. انت اتغيرتي يا فوزيه، وممكن يكون هو كمان اتغير زيك. اللي عمله محروس معايا مش شويه، والكلام اللي قالهولي وجعني وما قدرش انساه.
حبيبتي انا ست زيك وحسب اللي جواكي كويس قوي. احنا ما بنقدرش ننسى لا الاهانه ولا المعامله الوحشه، بس يعني برضه انت يا فوزيه يعني ما كنتيش دايبه في دباديبه. معلش انا عارفه ان انا كلامي بيبقى اوقات كده صعب شويه وزي الدبش، بس هي دي الحقيقه. وعشان اجيب لك بقى من الاخر كده خالص، مفيش حد في البيت ده حاله هيتعدل غير لو وقف كده قدامه المرايه وشاف حقيقته بجد وشاف الوحش قبل الحلو. عندك حق. بقول لك ايه، كنت عايزه اسالك في موضوعك ده. ايه قولي لي. كنت قلتي لي قبل سابق ان في دكتور ممكن يعمل لي عمليه ترجع وشي زي الاول. اه طبعا في. طب فين الدكتور ده؟ نروح له متى وكيف؟ شوفي انت مع مروان وقولي لي الوقت اللي انت حباه انا هوديكي فيه. انا عايزه اعملها النهارده قبل بكره، بس انا خايفه على اللي في بطني. ما هو احنا هنروح للدكتور وهو هيشرح لنا كل حاجه، ولو لقينا يعني انه لا قدر الله هيبقى في مشكله على الجنين او خطر، فاحنا ممكن يعني ناجلها شويه، ما احناش مستعجلين قوي. لا يا زينب، انا مستعجل على العمليه دي وكربان عليها قوي. انا بقيت اخاف تقابلني مرايه وانا ماشيه، بقيت اخاف اطلع من البيت عشان ما حدش يبص في وشي، بتدارى من عيون الناس. لا انا ما عايزاش افضل بالمنظر ده اكتر من كده. وبعدين انا مش عايزه ارجع للزفت محروس ده الا لما ابقى زي الاول واحسن كمان، عشان ما اشوفش نظره الشماته في عينيه ولا يقول لي كلمه ماسخه زي وشه العكر. خلاص يا ستي ولا يهمك، سيبي لي انت بس نفسك وانت هترجعي زي الاول واحسن كمان. يا رب يا زينب يا رب. انت ما تزعليش نفسك بس.